السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا نتكلم دائما عن الثروة الحيوانية والثروة الزراعية والأمن الغذائي والأمن المائي وكثير من المواضيع والمحاور، ولكن اليوم محورنا يخص مرض الحمى النزفية أو الحمى النزفية. هذه المرض اللي حقيقة وصل للعراق تقريبا قبل 50 سنة، وانتشار كان كبير جدا في هذه الفترة. اكو بعض الاخبار حقيقة حسب التصريحات الرسمية ان الوضع مسيطر عليه بتعاون من وزارة الزراعة، دائرة البيطرة، وقسم الوبائيات وغيرها، وزارة الصحة ايضا. ولكن ايضا ظهر تحذير بالآونة الاخيرة قبل 3 ايام انه موضوع يجب الاستعداد، الانتباه، توخي الحذر، خاصة بالزيارة الأربعينية، الزيارة المليونية توصل 20, 23, 24 مليون. فأريد نعرف اليوم أساسيات هذا المرض، كيف الإنسان ينصاب به، تأثيره على الثروة الحيوانية، وهو موضوع اليوم يخص أحد محاور برنامج أرض السواد. هذه الثروة الحيوانية اللي كل فترة للأسف تتعرض لكارثة معينة، لمصيبة معينة، وتنقص الأعداد وتتأثر مباشرة على الاقتصاد الوطني العراقي. طبعا ضيفنا اليوم الدكتور ثائر صبر الأسدي، مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة. أهلا بك دكتور. الله يخليك دكتور. قبل عام تقريبا التقينا مع حضرتك وتكلمنا بهذا الموضوع. أعطيك اليوم رأي الشارع العراقي أو ممكن تعليقات بالسوشيال ميديا، يقول لك ليش فقط بالعراق يعني تكثر هذا، هي اكثر هذا المرض؟ هل موجود بغير دول او ممكن ما عندهم معلومات عن هذا الموضوع، او صحيح فقط منتشر بالعراق؟ شكرا جزيلا. حقيقه المرض سجل اول مره بالعالم عام 1944 في جزيره القرم بالاتحاد السوفيتي. نعم. عام 56 سجل نفس المرض في الكونغو اللي هي كانت زائر سابقا، وسط افريقيا بالضبط. نعم. فعام 73 سمي المرض مرض القرم الكونغو النزفية، جمع القرم والكونغو النزفية. المرض دخل العراق عام 79. حاليا تقريبا الدول الجوار كلها مصابة، ايران، تركيا، الكويت، السعودية، وشرق اوروبا كلهم مصابين بهذا المرض. المرض اصبح مستوطن عندنا بالعراق. المرض يعني الفيروس ما عنده جواز سفر، يعني ممكن يصيب اي بلد، وخاصه العراق احنا منتهك الحدود. من دخل العراق في وقتها يعني دائره البيطره، لان المرض ينتقل عن طريق القراد اللي يعتاش على الحيوانات، ومن ثم ينتقل الى البشر، اما بتماس مباشر مع الحيوانات، اي بمعنى مع القراد، لدغه القراده، او لحوم الحيوانات، او سوائل الحيوانات، الدم الى اخره، او هذه بقايا الحيوانات الباتشا والكذا. نعم. هاي ممكن تصيب. الجهه المعنيه الاساسيه بالموضوع دائره البيطره، لسبب لانه تقطع سلسله انتقال الفيروس الى البشر، ولذلك تقوم دائره البيطره سنويا، ليس فقط الحمى النزفية وإنما أمراض أخرى تنتقل عن طريق القراد والحشرات الأخرى، حملتين عندهم ربيعية وخريفية كل سنة. العام 22 ازدادت الإصابات، وأيضا 23، وأسبابها أكثر من مرة طرحناها، كان أكثر كوفيد 19 سنة ونص احنا مرة شينا، فاعتقد تزاد أعداد القراد، وكذلك خروج 50% من الأراضي الزراعية خارج الخدمة، وهذه الأراضي ممكن تكون وسط راقي جدا لنمو القراد. الحقيقة احنا نسعب هذا الموضوع، يعني ها صار سنتين بدون ما كل لا حملة ربيعية ولا خريفية مستمرة، يعني رش مستمر، ولكن الأعداد كثرت، الأعداد أعداد هائلة، ما كثرت يشوف الإصابات تحت السيطرة. انت تصور لو هاي الإجراءات ما موجودة ايش قد راح تصير الإصابات؟ يعني احنا اليوم لحد اليوم 482 إصابة على مستوى العراق كله من بداية 2023، من 1/1 482 و62 وفيات. أه. للأسف الموضوع شوية يعني خل نفتحه.
مدام الحلقة. اكو جانب آخر مهم جدا، أنا حتى أطوق المرض يسمونها إجراءات السيطرة على المرض. شلون؟ من أكو بؤرة مرضية تبلغني إياها بوزارة الصحة. بالمناسبة المرض بالحيوان غير معروف لأنه بدون أعراض للأسف سايلنت، فما ما ما أقدر أكتشفه إلا وزارة الصحة تقول لي هنا أنا أكو مريض، فعن طريقه راح نتحرى ونسوي زون 15 كيلومتر. نعم. نرش الحيوانات ونغطس الأغنام والماعز وأيضا الحظائر الرشها، بس شنو نمنع حركة الحيوانات واللحوم الحمراء من هذه المنطقة من وإلى هنا راح يبدأ جانب آخر اللي هو الجانب الأمني، لأن سيطرات المفروض تمنع حركة هذا. للأسف طبعا دا أشوفها يعني بصراحة مو جادين بالموضوع. لو تمنع هذه حركة الحيوانات واللحوم الحمراء لا رأسا مثل حد لازم الفترة اللي تمنع بيها 14 يوم كفيلة بأنه نسيطر على المرض. هاي واحدة. نعم. الشغلة الأخرى عمليات الذبح العشوائي اللي هي بصراحة خارج السيطرة، لأن إحنا في المجازر اللي للأسف طبعا المجازر بالعراق قليلة جدا. صحيح. العراق يحتاج 300 مزرعة حاليا، بالعراق 49 مزرعة فقط ومعظمها متهالكة، فيصير ذبح عشوائي. الذبح العشوائي إحنا دائما نبلغ منع الذبح العشوائي، ولكن حقيقة خلينا نكون واقعين هذا لازم أكون مجازر طاقة الاستيعابية المجازر ما تستغل. عملية الجزر العشوائي مسؤولة عن الجهات الأمنية والبلدية والبيئة. صحيح. وموجود. فحقيقة دني المحاور الثلاثة الأساسية نسيطر على المرض، لازم كلهن في مستوى واحد. هاي المحاور جزء علينا اللي رشوا والتغطيس والجزء الآخر. نعم. اليوم صاحب القصابة إذا ذبح بطريقة عشوائية وأمام محله وعلق مثل ما نقول اللشة ويبيع للعالم، أكو إجراءات قانونية ضده؟ طبعا. شنو الإجراءات القانونية؟ لأنه أنت عندك المادة 33 لسنة 1983 قانون، هذا تعاقب. المادة 105 لسنة 83 يعاقب ضمن القانون، لأنه هذا ده يخرق القانون الصحي. أني بالمزرعة إحنا إشراف صحي على المزرعة، الحيوان قبل ما يجزر يفحص، وأثناء الجزر أنت تفحص داخل الذبيحة وخارج الجزر انتهى، هذا انفحص ونختم صار آمن. أما أنت يجزر واحد في كيفه بالطريقة اللي تعجبه برا، مريض حيوان ما مريض يذبحه ويبيع، طبعا أكيد غير آمن هذا، فالقانون حاسبه. احنا نريد قوانين موجوده، العراق ابو القوانين يعني منذ حمرابي ولحد الان اول قانون وضع العراق، ولذلك القانون موجود، ولكن تفعيل القانون احنا نريد تفعيل القانون، اجراءات اللي يفترض انه تكون صارمه في الموضوع. يعني اليوم الدكتور لو نتكلم على مناطق مثلا راقيه. نعم. اهل القص يعني القصاب بهم يذبح ويعلق ويبيع، يعني شلون اذا مناطق بعيديه مناطق ريفيه؟ نعم. من راح يلتزم؟ يعني اليوم نذب اللوم على الجهات، منه الجهات الأمنية مثلا. موضوع الجزر العشوائي المسؤول عنه مباشرة البلدية، الجهات الأمنية والبيئة مباشرة، لا الصحة ولا البيطرة. راح نبلغ نقول كذا هذا، ولكن الجهات الأساسية وفق القانون البلدية والبيئة. نعم. والجهات الأمنية يفترض أنه أكيد. نعم. طبعا أحبة المشاهدين، عندنا يعني تقرير يوضح معلومات عن الحمى النزفية، يتحدث عن تاريخه عن آخر الأخبار اللي حصلت اليوم في بلدنا. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين،
دكتور أتوقف وياك بآخر جزئية بالتقرير، أنه مجلس الوزراء يخصص 3 مليار دينار لمكافحة انتشار الحمى النزفية، هل تكفي هذا، هل يكفي هذا الرقم؟ هذا الرقم لمن راح يعطى؟ لوزارة الصحة، لدائرة البيطرة، للبلدية، للبيئة؟ عندك معلومات عن هذا التخصيص المالي؟ اللجنة العليا للسيطرة على مرض الحمى النزفية برئاسة وزير الصحة رئاسة الوزراء خصصت 3 مليار دينار لهم، اللي فهمته انه مليار للصحة ومليارين لوزارة الزراعة اللي وصل له بهالطريقة. علش اللي استيفاء او لتغطية اللوجستيات حملة الرش، وايضا بالنسبة لجانب الصحة الكتات وكذا، يعني كتغطية للسيطرة على المرض. نعم. وزارة الزراعة ووزارة الصحة عندهم تخصيصات للسيطرة على الأمراض الوبائية، ولكن بحاجة من يصير مرض هذه بحاجة إلى أموال، وإن شاء الله تكفي يعني هذا المبلغ يكفي، لأنه مثلا على سبيل المثال احنا في دائرة البيطرة عندنا قلة بالكادر. قلة ولذلك جزء من المبلغ، كبير جزء من المبلغ، استئجار عمال للرش، استئجار عمال للرش، وأيضا سيارات. نعم. استئجار سيارات، لانه السيارات الحكوميه هم ما تكفينا. هاي وحده. المبيد حاليا متوفر الحمد لله في دائرتنا، يعني متوفر كميات جيده. المستلزمات ضمن المخصصات او التخصيصات الماليه ايضا تتوفر ان شاء الله، بس هذه محتاجيها، المبالغ محتاجها سواء كانت وزاره الزراعه او وزاره الصحه للسيطرة على المرض. طالبون بمبالغ أكثر لو هذا الرقم حالياً جيد. حالياً جيد تحت السيطرة، حالياً جيد، هذا المبلغ مفيد بصراحة. نعم. لكن احنا طلبنا في وقتها العام أنا أذكر طلبنا 5 مليار وجتنا مليار ونص اللي هي كانت. المهم حالياً جيد بصراحة المبلغ إن شاء الله. والمرض ترى بالمناسبة يعني سواء كان في وزارة الصحة أو في وزارة الزراعة تحت السيطرة إن شاء الله الحمد لله. أريد أعرف مقارنة بين سنة 22 و 23. نعم. شنو بعدد الإصابات، بعدد الوفيات، هل 22 كانت أسوأ و 23 أفضل؟ أريد أعرف مقارنة بين هالسنتين. من ناحية العفو، من ناحية الإصابات، ال 23 أكيد أعلى من الإصابات ال 22، ولكن نسبة الوفيات في عام 22 16% في حين 23 13%، أي بمعنى سيطرة الكادر على جانب السيطرة كان في ذهن الكادر الصحي أو الكادر البيطري. إذن نحاول نقلل من الإصابات ونقلل من الوفيات. صار أكو فهم للموضوع بشكل كبير، لأنه فهمنا الموضوع قبل كان غائب. يعني أنا التقيت في جماعة في عام 22 و 21 كان حتى ما يحضرهم انه هذا حمى نزفيه المرض في جانب الصحي بصراحه. نعم. الحمد لله الان يعني المرض انعرف، صار طبيعي جدا، وعمليات السيطره مستمره سواء كان في الرش او في حتى في الجانب الصحي، فالمرض ان شاء الله تحت السيطره. نعم. اريد اعرف شنو اسباب ارتفاع عدد الاصابات ب 2023 اكثر من 22؟ والله مثل ب 22 عرفنا انه بسبب كوفيد، بسبب ترك الأراضي الزراعية وغيرها من هذا الموضوع. 23 اللي زاد العدد. شوف أهم عنصر أساسي جدا بزيادة الإصابات هو الوعي الصحي، يعني الوعي الصحي، الوعي الصحي، الوعي الصحي. نعم. يعني على سبيل المثال أنا قبل شهر تقريبا كنت في أكثر إصابات هي الناصرية والبصرة والعمارة. صح. ثلاث محافظات أنا زرتهم. يعني ما ممكن هذه الفرقة تزور هذا، تريد ترش الحيوان أو تغطسه وترش هذه الحظيرة وخو ما تنظف له، هي ترش له، تجي يعني على الحظيرة كلش يعني مستوى الأوساخ عالية جدا. يفترض أنه على هذا المربي أن ينظفها حتى من يجي هذا الرش الرأسا على القراد وينتهي. طيب إذا القراد جو ما ممكن يعني يموت حتى لو رشه. هذا جانب أساسي جدا. وقلت لك عمليات لحد الآن، عمليات السيطرة على حركة الحيوانات أشوفها ضعيفة من جانب الأمني. المفروض يفترض أنه ما تسمح لمرور الحيوانات أو اللحوم الحمراء من وإلى البؤرة المرضية. إحنا نحدد البؤرة المرضية يمنع حركته، هذا ماذا يصير؟ نعم. العنصر الآخر الثالث، الجزر العشوائي لا زال بالشارع، أكو جزر عشوائي. فهذه كلها العوامل، بالإضافة إلى قلت لك إحنا العام 50% من أراضي الزراعة طلعت خارج الزراعة، ولذلك الحيوان إحنا نرشه
وينتهي القراد من عنده يروح مجرد يرعى في منطقة معينة يجي محمل. ولذلك اللجنة العليا اللي سيطر على مرض الحمى النزفية أشركت جانب آخر هي الوقاية، قالت أنتم ترشون المناطق خارج الأحضار ودي يعملون. نعم. إن شاء الله. نعم. طبعا أحبت المشاهدين عندنا فيديو يعني اليوم توضيح من إعلام وزارة الزراعة حول تقرير يعني على الحمى النزفية، خلينا نشاهد هذا التقرير وراجعين. طبعا أحبة المشاهدين شاهدنا التقرير، والآن نرحب بالدكتورة عائدة علاوي أستاذ الفيروسات في كلية الطب البيطري جامعة بغداد. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بك. ربي يخليك. الله يخليك دكتورة. أريد أعرف يعني اليوم خطورة هذا الفيروس، أو يعتبر هو فيروس أو يعتبر غير نوعية من الأمراض. هذا الحمى النزفية مسببها واحد من الفيروسات المتغيرة. نعم. الفيروسات اللي يفرض القضاء عليها لأنها متغيرة باستمرار من عائلة الفيروسات الـ RNA viruses. طبعا المرض ينتقل من الحيوان للإنسان، ومن الإنسان إلى إنسان آخر، ومن الحيوان إلى حيوان آخر عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوان وأنسجة حيوان آخر، أو مع الدم المصاب، أو الإنسان مع دم أو أنسجة إنسان آخر مصاب. أيضاً الوسيط الناقل هو هنا صعوبة القضاء على المرض. نعم. وجود الوسيط اللي هو طفيلي القراد. القراد واحد من الطفيليات اللي تسبب العضات للإنسان وللحيوان، وهذا راح ينقل الفيروس من كائن إلى آخر. ممكن يأخذه من الحيوان ينقله للإنسان، ممكن من حيوان إلى حيوان آخر وهكذا. خطورة المرض أيضا تكمن في كون الحيوانات ما تظهر أي أعراض مرضية، ما تظهر عليها أي علامات مرضية. نعم. فممكن الإنسان يتعامل وياها أو يشتريها وهو ما يعرف أنه هذا الحيوان مصاب، لأن الحيوانات أغلبها تكون بدون علامات مرضية. نعم دكتورة، ليش يعني من نكون مع فكرة أنه شلون يعني نعرف أنه الحيوانات نشوفها يعني نفحصها دوريا مثلا كل شهر كل شهرين كل موسم؟ الحقيقة الأمثل ولدت تسويها وزارة الزراعة دائرة البيطرة مشكورة، يعني أنا على اتصال دائما بيهم. نعم. ودائما في لجانهم، يعني أبدا ما مقصرين بهذا الموضوع. عدة تشخيصية اللي هي الإلايزة، هذه يروحون كل فترة يروحون حملات يفحصون الحيوانات عن طريق فحص الدم. فحص الدم راح تظهر أكو أجسام مرض العفو أجسام مضادة للفيروس بالدم. صحيح هو ما تظهر عليه علامات مرضية، بس الأجسام المضادة نقدر نكشف عليها بالدم من خلال العدد التشخيصية. فمن نأشر وجود الفيروس في منطقة معينة نبدي عاد إجراءاتنا من الرش من غيرها، إضافة إلى أنه هي أصلاً المفروض إجراءات مسبقة لنتخذها. نعم. يعني الفحص الصحي للحيوانات المستوردة اللي تجي قد تكون حاملة للإصابة، ايضا الحيوانات باستمرار الرش بماده الدلتا ميثرين هذه اللي نقضي بها على الوسيط الناقل اللي هو طفيلي القراد. يعني هوايه امور نقدر نسويها. نعم دكتوره، اليوم اختصاصكم كمثلا كليه الطب البيطري في جامعه بغداد، عندكم ورش عمل او تعاون مع الوزارات او الجهات المعنيه ذات الاختصاص بهذا الموضوع يستفادون من خبرتكم ايضا؟ مع وزاره الزراعه طبعا الوكيل الفني استاذ ميثاق مشكورا دائما باجتماعاته اني دز علي على مود نتباحث سوا احنا بالراي العلمي، وهم ايضا باجراءاتهم على مود نوصل للصوره الصحيحه للقضاء على الفيروس. الفيروس من تجي على تاريخه، الفيروس اول ما اكتشف سنه 1979. نعم. مستشفى اليط، وكان الكلية الطب البيطري الدور الاكبر في عزل الفيروس. الفيروس رغم خطورته عزل في كلية الطب البيطري بوجود اساتذه اكفاء مثل الدكتور الطواني اللي هو استاذي، دكتور حامد طنطاوي، دكتور شوني، يعني مع طبعا بالاتفاق مع وزاره الصحه بوقتها. نعم. لان كانت مختبرات الطب البيطري افضل المختبرات الموجوده بالعراق.
فلهذا تم عزل الفيروس لأول مرة سنة 1979 في مختبرات الطب البيطري جامعة بغداد. العزلة سميت عزلة اليرموك. أوكي؟ بدأت البيطري تتخذ إجراءاتها، تتخذ أمورها، وما زالت يعني تقدم الشيء اللي تقدر عليه. إضافة إلى أنه دائماً أنا نقول المفروض عندنا برامج توعية للمواطنين. صح. المواطنين لازم يعي أولاً كيف يتعامل مع اللحم إذا كان اللحم مصاب أولاً، وأيضاً بالنسبة للحليب، الحليب حتى بس قد يكون احتمال ضعيف. يعني أيضاً الحليب يعتبر ينقل الأمراض. يعني مو فقط اللحم، الحليب أيضاً. الحليب فد احتمال ضعيف، اكو بعض المصادر، لان الفيروس يصير له فيريميا فيصير له شيدنج، يعني نزول في سوائل الجسم. اكثر شيء التركيز هو على اللحم. اللحم دائما احنا نوصي الذبح في المجازر، الذبح في الاماكن المخصصه للذبح، لبس الكفوف عند الذبح، الالوات اللي اذبح بها اعقمها، وايا امور. فيحتاج فرق توعية للمواطنين، دائماً. صح. أسوي دورات، دائماً أسوي ندوات توعية بهذا الفيروس. الفيروس خطر، وصولاً للإنسان خطر، يعني هواية ناس راحوا بالفيروس فعلاً. فإحنا لازم نوعي به المواطنين، ولازم الكل يتخذ مسؤولياته وإجراءاته. وللأمانة أنا ويا وزارة الزراعة ماخذين إجراءاتهم الكاملة ودي يسوون اللي عليهم، بس مرات يعني عدم الوعي من الأشخاص هو اللي يعني يؤدي للإصابة. ربي يحفظكم. اللحم أنا أكد على الموضوع. نعم اتفضل دكتورة. الفيروس الفيروس ممكن نقضي عليه بحرارة الطبخ 56 درجة مدة نصف ساعة. أولا من أتعامل وياه أنا ألبس كفوف، ما أتعامل وياه بإيديه قد تكون مجروحة، قد يؤدي إلى نقل الإصابة، خصوصا ضباط البيوت. فهنا اتعامل مع اللحم بسيفتي كامل، كفوف، وبعدين حراره الطبخ كفيله بالقضاء على الفيروس. نعم. اضافه الى اذا كنت انا متخوفه من هذا اللحم، متخوفه منه، ممكن اخليه بدرجه حراره الثلاجه 400 مئوي، اللي هي مو بالفريز، داخل الثلاجه. نعم. 400 مئوي مده 24 ساعه. نعم بعدها دكتور. يكون امن، لان هنا وحصير ظاهرة التيبس الضمي اللي هي تقضي على الفيروس. نعم دكتورة. أيضاً الشغلة ممكن أعامل اللحم بالخل. الخل ممكن أعامل اللحم بالخل وأقدر أقضي به على الفيروس. نعم كل التحية والشكر. نعم دكتورة الوقت دي داهمنا. كل التحية والشكر إليك دكتورة عائدة علاوي أستاذ الفيروسات في كلية الطب البيطري جامعة بغداد. طبعا احبت المشاهدين خلينا نشوف فيديو لوزير الصحة معالي وزير الصحة يتكلم ايضا على هذا الموضوع اللي اهميته وايضا خطورته الكبيرة. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبت المشاهدين. طبعا هذا الاجتماع الاول للجنة العليا لمكافحة انتشار الحمى النزفية، والحقيقة كان قبل ايام من عيد الاضحى المبارك. خرج وزير الصحة لاهمية وخطورة الموضوع يتكلم به ونطى نصائح، وايضا اليوم موجود هذا الفيديو وانتشر اليوم في برنامج ارض السواد نعرض عفوا، لان احنا ايضا مقبلين على مناسبه دينيه كبيره جدا وهي الزياره الاربعينيه. على فكره انه الاثنين الماضي كان عندنا فكره انه نفس موضوع الحلقه لهذا اليوم، ولكن الدكتور ثائر كان مشغول في محافظه كربلاء المقدسه. وحقيقه اريد نعرف دكتور، مقبلين على زياره مليونية. نعم. يعني 23 مليون 24 نعم. مليون من الزوار من الخارج. نعم. من جميع الدول يجون، وتعرف انت الكرم العراقي. نعم. الخير ما شاء الله، واذبح ووزع ولحم وقيمة وهاي الأمور. شلون راح نسيطر ونحد من انتشار الحمى النزفية في مثل هذه الظروف؟ هو إجراءات حقيقة استباقية للزيارة الأربعينية. منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووزارة الزراعة متمثلة بدائرة البيطرة والمستشفى البيطري في كربلاء، وأيضا دائرة الصحة كربلاء، عقدنا اجتماع في محافظة كربلاء لوضع الضوابط
للسيطرة على المرض، لتقليل حقيقة تقليل الإصابات بالمرض. لأنه مثل ما تعرف الزيارة الأربعينية هي حقيقة مليونية، زيارة المليونية خلينا نسميها، ومن كل محافظات العراق بالإضافة إلى بلدان أخرى. هذه المواكب راح تصطحب حيوانات وياها. صحيح. إحنا حقيقة الوضع في كربلاء ثلاث مجازة موجودة، مزرتين دواجن ومزرة واحدة فقط لحوم حمراء. ما راح تكفي. ما راح، أكيد هي الطاقة الاستيعابية ما تكفي. لذلك بلغنا المستشفى البيطري والمحافظة بتعيين مناطق خاصة للذبح، لذبح الحيوانات. يعني الموكي بيجيب حيوان، بالمناسبة خط السير مال هذه المواكب راح يمر على محافظات، كل محافظة ما يطلع منها حيوان إذا ما يرش بالمبيد مال القراد. يعني موجودة كوادركم. نعم على الطريق. نعم نعم, نعم. بلغناهم هالشكل، فأي موكي بيجيب حيوانات راح يرش، يذبح بعد 14 يوم، لأن تعرف هاي مادة سامة، بعد 14 يوم يذبح. فيها محافظة كربلاء لأنه راح يصير الزخم بالمحافظة، فبلغنا ينتخبون مناطق، طبعا مو قريبة على المواكب أكيد، مناطق خاصة للذبح. قلنا لهم إذا تقدرون أكو مجازر متنقلة، نعم مجازر متنقلة، نعم. يصير بها الذبح، أو مناطق تختارها المحافظة. عذرا فرضا فرضا يعني مثلا أكو موكب في محافظة الحلة على الطريق، نعم، شلون يجي الكربلاء واكو مجازر هناك مخصصة؟ عفوا، الموكب بطبيعة الحال يجيب حيوانات وياه، ما يجيب لحم وياه. صحيح. مو فهذا ابو الحلة على سبيل المثال راح يرش الحيوانات ويجي ويا الموكب 14 يوم يلا يذبحه، من يوصل الكربلاء ما راح الحيوانات يصير وياه، لازم يخليها وين؟ في هذه المناطق المنتخبة، بهذه المناطق المنتخبة وتذبح. طبعا ايش قد راح يلتزمون هذا بعد هذا موضوع. نعم. الالتزام راح يبقى عند ابو الموكب. نعم. لو شلون احنا حقيقه حتى نكون اكثر دقه نزلنا وين ويا هيئه المواكب، لانه صراحه المسيطره على الموضوع هم هيئه. صحيح. هذا اول طرح بالمناسبه بموضوعنا، هيئه المواكب هو المسؤول على هاي واحده. اثنين، الناس اللي يذبحون هذه الذبائح توزعت عليهم هذه عده ممتاز التشخيص، هذا جهدكم. نعم نعم، احنا وزارة الصحة مشتركين، المشتركين يعني احنا. نعم. كنا في دائرة البيطرة وزارة الصحة اجتمع ويانا منظمة الصحة العالمية. ممتاز. زين، وزعنا يعني 10,000 قطعة مال، يعني كان بدلات والكفوف والكمامات والجزم، وحتى يفهمون المواكب انه الخطر الاكبر هم عليهم مو زارين. زار يعني بالاضافة، طبعا زار يعني بس عموما خطورة اكثر، بالاضافة الى توزيع بوسترات وبروشورات لأنه توضيح هذا المرض مدى خطورته وكيفية الوقاية منه. والوقاية منه الصور أصبحت يعني حتى مع الوزير في التقرير حكاها، الوقاية يعني بس إنسان يكون يتلافى المرض، يلبس هذه عدة مالته، يتحاشى التماس المباشر بالحيوانات، الحيوانات إذا بها قرارات الرش. وإحنا نركز على هذا الموضوع اللي أنه الناقل الرئيسي، طبعا ليس فقط القرارات، بالمناسبة أكو حيوانات أخرى، ممكن القوارض، ممكن. نعم. لما التقيتوا بهيئة المواكب كيف كان يعني تعاونهم؟ ممتاز. هم الناس بصراحة يعني لأنه جانب الصحي إحنا معنيين به، فهم ملتزمين بهذا الموضوع. وبصراحة المواكب يعني مسؤوليتهم يعني المباشرة ويا هيئة المواكب، لأنه هذا راح عنده أكو ضوابط معين، ربما يمنعه ربما كذا، فضروري جدا. فاحنا اخذنا هالجانب وركزنا على كربلاء، التجمع كله راح يصير بكربلاء اكيد. نعم. هو التجمع المليون. طبعا احبت المشاهدين ايضا يعني جهد يعني دائرة البيطرة، يعني حقيقة جهد كبير جدا مشكورين عليه. خلينا نشاهد جهدهم في احد المحافظات العراقية، اتوقع محافظة كركوك. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. دكتور، يعني بمثل هذه الظروف نحتاج الوعي المجتمعي، الوعي الصحي. اليوم اكو محافظات ملتزمة بتوجيهاتكم، اكو محافظات غير ملتزمة، هل هناك تقصير عذرا من اعلام مثلا البيطرة او اعلام وزارة الزراعة او الاعلام الحكومي عموما بموضوع التوجيه، الدعوة للمربين، اعلمهم كيفية تنظيف هذه الامور، الحظائر وغيرها؟ هو عموما حقيقة الإعلام مستمر في الندوات، وهذه واحدة منها مثلا، وفي كل القنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى توزيع البوسترات والبروشورات
والتعاون حتى مع الجمعيات الفلاحية ودوائر الزراعة والمستشفيات البيطرية توزع هذه وتوعي، وحتى عندنا ندوات يعني في الحقول يعني في أماكن معينة يجمعون في بيت معين والطبيب هو يشتغل وهم ينطي نصائح، بالإضافة إلى إحنا عندنا أصلاً دائرة خاصة بالإرشاد الزراعي خاصة، وأيضاً دائرة البيطرة عندنا إعلام، شعبة إعلام والإرشاد، بالإضافة إلى وسائل وزارة الصحة أيضاً منتشرة في كل المناطق أيضاً. لكن عملية الاستجابة هنا مختلفة أكيد، يعني حسب وعي المواطن إيش قد يستوعب منها. للأسف البعض يعني سيء جدا، وأنا أقول لك حالة مثلا على سبيل المثال، حالة هو عدى أصابة وأني بالحق اللي مالته، هو عدى أصاب يعني مصاب بالحمى النزفية وأصلا جاي وياي داخل حافي، قلت له أنت إيش تسوي؟ ما يعني هنا الوعي، في حين البعض لا والله ملتزم جدا ويتعاطى بالموضوع بشكل. من أكثر محافظة ملتزمة بتوجيهاتكم؟ حقيقة قلت لك اختلافات حسب اللي يعني أنا لاحظت، مثلا على سبيل المثال صراحة شفت محافظة الموصل يعني التزام عندهم عالي صراحة، يعني شفت مع العلم كميات الثروة الحيوانية أعداد أرقام نعم يعني نعم حقيقة هذا الواقع، يعني شفت بعض المحافظات وبعض المحافظات، أنا ما أقدر أقول محافظة محافظة، وإنما الوعي الجماهيري مختلف من شخص إلى آخر، يعني هنا اختلافات فردية مو على مستوى محافظة أو وإنما يجوز في الموصل نفسه أكو ناس ما ملتزمين، ولكن بصورة عامة شفت بالموصل شخصيا أنا يعني شفت التزام عالي بهذا الجانب. نعم. صار هذا يسجل لهم. أها. نعم. طبعا أحبة المشاهدين يعني حتى اليوم ما نحجب الحقيقة عن الجميع، أيضا أكو عمل لبيطرة محافظة كركوك، عمل كبير جدا، مثل ما عفوا شفنا كركوك الآن محافظة ديالى، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، طبعا كل التحية والشكر لك دكتور ثائر صبري مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة، ونضم صوتنا لصوتكم بموضوع قلة الكوادر اللي محتاجيها. تحياتنا لك والعملكم الكبير جدا بدائرة البيطرة، يا رب إن شاء الله استمرار هذا الجهد الكبير للقضاء على هذا الفيروس إن شاء الله. الله يخليك، تحياتنا لك. شكرا جزيلا. ربي يخليك أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. طبعا يعني التزام يجب أن يكون من الجميع، اليوم دائرة البيطرة والصحة واللجنة العليا ممكن تجي ترش لك، ولكن لا، اليوم المواطن عليه مسؤولية كبيرة جدا، يعني ربة المنزل عليها مسؤولية كبيرة، المربي عليها مسؤولية كبيرة جدا. الوعي اليوم، انتشار الوعي الثقافي المجتمع الطبي بين المواطنين يخضع على هاي الأمراض. اليوم أكو دول متطورة، دول علمية مهتمة بالتعليم، ما شاهدنا إصابات بهذا العدد وهذا الحجم. إذن هناك موضوع تقصير الوعي الطبي خاصة. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، البرنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.